حكاية الأغنية اللي ماتت أم كلثوم قبل ما تغنيها وغنتها الفنانة وردة الجزائرية. أهلا بكم في حكاية جديدة من زمن الفن الجميل. لو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. بعد نجاح أم كلثوم الكبير في التعاون مع الموسيقار شاهد مكاوي في أغنية يام شهرني، طلبت أم كلثوم منه أنه يلحن لها أغنية تانية، وكانت أوقات بتحلو. وبدأ شاهد مكاوي يلحن الأغنية وبدأت أم كلثوم تعمل بروفات عليها. ولكن في الفترة دي تعبت واشتد مرضها، وبالرغم من مرضها وتعبها رفضت انها تفضل في السرير وصممت على انها تكمل البروفات. وكانت ام كلثوم بتعاني من التهاب في الكلى، وده اثر على صحتها ودخلت المستشفى. وكتبت الجرايد عن مرض ام كلثوم، وبدأ الجمهور يروح المستشفى علشان يتبرع بالدم لام كلثوم، لحد ما اعلن التلفزيون المصري خبر وفاة كوكب الشرق ام كلثوم. وكانت اخر اغانيها حكم علينا الهوى من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار بليغ حمدي، ونزلت الأغنية بعد وفاتها. وفضلت أغنية أوقات بتحلو مع شاهد مكاوي اللي كان متضايق ومكتئب بعد وفاة أم كلثوم، لحد ما في يوم قابل وردة الجزائرية اللي أقنعته بأنها هتغني الأغنية، وفعلا غنتها والأغنية حققت نجاح كبير قوي وقتها وبقت واحدة من أجمل أغاني وردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.